هلا يوم جاتني بشارة اعلنت للهاجوس حالة طواري مبطي وهاجوسي مصدر قراره على رجال فيه نفخر وماري يسوق من ذود القصايد خياره وضح مع عرضا ينبايع وشاري يسوق هلالي براسه نعاره من راسي الطيب ومحض اختياري خيل مغيب خيال خير انهماره بصدور سكانه يسيل الخباري قال عمر عانى رئيسة المارة قلت الأسد ما ينجبلا ضواري يستاهل المنصب وخذها بجدارة بالفعل ولا بالقرارة الوزاري وما هو غريب اللي غدا الطيب كاره أبوه أهل الجود صعب الحداري شيخ ما جات الشيخته بالعارة ألا فعلا مثل شمسة النهاري شيخ ما جات الشيخته بالعارة ألا فعلا مثل شمس النهار يوم الزمان من أولا بحرارة من دون ربعة سنة عازل حراري يلي تبجريه بالفعل جاره ما انت بحول اللي يفعولها كباري هذا صعب واصغر فعوله عبارة عن كتلها من الطيب ودرنت داري فعل سعدي يستحل الصدارة ولا سعدي بالفعل ولا سعدي بالطيب ما لهم جاري حنا عيال سعود والمجد ناره ما تنطفي لو يتهب الذواري من الحجاز الين بعد القرارة ولي الشمال مخلدين انتصاري لاثار ميدان الحرايب اخباره نقدم على حب الذواري من الحجاز الين بعد القرارة ولي الشمال مخلدين انتصاري لاثار ميدان الحرايب اخباره نقدم على الهيجة قدوم انتحاري عدونا نسقيه كاس المرارة وحليفنا دايم على النصر ضاري الساعدة ستر البني العذارة في قصة يطرف لها كل داري قلت وانا اللي في القصيدة اقتدارة قدرة مطر بنبات جرد الصحاري وسلامة.